النبي يا ماما. يلا بينا. خرف خدي بيه. ايه؟ خرف خدي بيه. عايزة خرف خدي طول عمري. صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بصوا بقى، النهاردة عامل فكرة جديدة، هي فكرة مقلب، بس مقلب في العيلة كلها وفي غزة ويزن وفي كله، تمام؟ الفكرة هي ايه؟ ان انا طبعا انتوا عارفين المدارس قفلت عشان الكورونا وكده، ربنا يا رب ان شاء الله يرفع الوباء والبلاء عننا. فطبعا عارفين الاطفال فهم في مرحلة تمهيدية وتأسيسية، وطبعا بالنسبة لهم ضاعت السنتين دول على الفاضي. بس فانا قلت انا هعمل ايه؟ هقول لهم ان انا هدخل غزل ويزن مدارس داخليه عشان يتعلموا، وهيقعدوا طول الاسبوع، مش هيجولي غير مره واحده طول الشهر، مش هيجولي غير مره واحده بس في الشهر. انا عايزه اعرف رد فعلهم، وكمان هعمل الحكايه دي في غزل ويزن واعرف رد فعلهم وهفهمهم المدارس الداخليه دي يا جماعه، عشان اطفال بتتفرج عليا ومش عارفه المدارس الداخليه دي بيقعد فيها الطفل طول الاسبوع وبيروح يوم الخميس ويقعد الجمعه ويروح السبت تاني يبدا المدرسه، يعني كانك بتبقى قاعد في المدرسه طول الاسبوع ما بتروحش خالص، بتدك فيها وبكل حاجه. بس فتعالوا بقى نبتدي المقلب كده ونشوف اول شخص هنقابله مين عشان نعرف ايه هو المقلب وهنعمله فيه، نعمل فيه المقلب وكمان نعمله في غزل ويزن، نشوف رد فعلهم ايه وشوف رد فعل العيله ايه لما اقول لهم كده. يلا بينا بقى. ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وكومنتات في عز الجرس، تشتركوا في القناه وتعملوا فولو الانستجرام تحت في صندوق الوصف، وكمان تشتركوا في قناه غزل وتوصلوها ل 50,000 مشترك برده تحت في صندوق الوصف. يلا بينا. يا احمد انت ايه رايك في الكلام اللي انا قلته؟ قلت ايه؟ اللي هو بتاع المدرسة الداخلية، يعني غزل ويزن. طب انت جايبها مناخيري الأول بس؟ لا أو طبعا مناخيرك وشك كله بالشاشة كلها. والله. مش وقت الزول يا أحمد. أحمد عز أنا مش تجيب وشي كله وأنا لسه مش حالق. يا عم أنا مش زعل، أنا بتكلم في موضوع معين دلوقتي. شكله هيطلع وحش. لا حلو حلو جميل، بس قول لي بس إيه الأول. إيه يا محمد؟ نعم إيه؟ قول لي إيه رأيك؟ في إيه؟ إن أنا أدخل غزل ويزن مدارس داخلية. مدارس داخلية. هروح لهم كل شهر مرة بس. طب ما توديهم ملجأ أحسن. ملجأ ليه؟ ما أنت مش عايزاهم. لا أنا مش عايزاهم، لا في فرق إن أنا مش عايزاهم وفي فرق إن أنا عايزة إن أنا عايزاهم يتعلموا عشان يبقى مخهم نشيط على طول ويتعلموا صح. المدرسة داخلة هتخلي مخهم نشيط على طول؟ أيوه، ما على طول هيدرسوا، على طول دراسة، على طول شغالة دراسة. أنت ممكن تعملي حاجة حلوة. إيه؟ ممكن توديهم المدرسة العادية عادي؟ أه. المدارس يا أحمد أجلت يا. أه. المدارس أجلت يا. طب ما أنا جات لي فكرة أحسن. انت ممكن مثلا تتفقي مع كل مدرس بلغه، يعني الانجليزي مدرس العربي كده تجيبهم لهم في البيت يعني. يعني مثلا متفق مع المدرسين من 8 الصبح لحد الساعه 2 يفضلوا يقلبوا حصص ورا بعضهم. فكره حلوه. مثلا بريك تعملها بريك ساعه في النص وكده، بدل الفلوس اللي بتدفعها في المدرسه الداخلي تدفعها في الدروس، وكده تبقى برضه بيتك تحت عينك وعارفه هي بتاكل ولا ما بتاكلش، بتشرب ولا. طب والله صح، فكره جميله. ايه رايك؟ طب والله ما فكرت فيها يا احمد. والله. طب والله ما فكرت فيها. طب والله العظيم احسن، وهتلاقي نفسك موفره في المصروف ومطمنه على عيالك بدل ما تروحي لهم كل شهر وتصرفي مصروف اكتر، وكده تبقى احسن اكيد طبعا. طب والله العظيم عندك حق. على الاقل ممكن ياكلوا اكل بيتي. صح، وقسما بالله. اقل حاجه يعني. طب والله العظيم انت يعني عجبني تفكيرك. والله. وحياه ربنا. وممكن برضه يعني عايزين تفسحوا بالليل في الساحل. صح. طب قسما بالله تفكيرك عجبني قوي يا احمد. فبلاش ما تش دخلي، انا مش ما برجحش كده يعني. شكرا يا احمد. عفوا يا حبيبي. جايبه مناخير برضه؟ اه مناخيرك وشك كله. دلوقتي يا حدى انا قررت خلاص انا هدخل غزل ويزن مدارس داخليه وهشوفهم، هروح لهم كل شهر مره. ليه هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان انا مش عاجبني ان هم في مرحله اساسيه وعشان يتعلموا كويس جوه ويبقى التركيز على طول في دماغهم، يبقوا نشطه للتركيز والتعليم. ايه رايك؟ بجد والله؟ من غير والله يا ابني، بتكلم معاك عادي، قول لي رايك. انا دلوقتي خدت رايهم كلهم. انت اصلا تقريبا ما تستحملش اصلا تسيبي يعني ولادك مش يومين، نص ساعه هتسيبيهم يعني داخليه شهر؟ انت حصل لك حاجه ولا عاوز تريح نفسك ولا لا؟ مستغرب. مش موضوع اريح نفسي، موضوع ان انا خايفه على مستقبلهم، انا عايزه اعمل لهم مستقبلهم تعليم كويس. ايه رايك؟ ما اعرفش، بس انت براحتك. بصراحة أنا رأيي لو أنا لا بصراحة. شكرا يا محمد. قول لي رأيك في الموضوع اللي أنا قلت لك عليه. موضوع إيه؟ اللي أنا هدخل غزل ويزن مدارس داخلية. يعني إيه داخلية؟ اللي هي يقعدوا مش هروح لهم غير مرة واحدة في الشهر بس، أشوفهم مرة واحدة في الشهر. طب أنت هيجي لك قلب تعملي كده؟ على فكرة ده كل جبت كل الناس اللي أنا سألتهم. إيه؟
يعني انا سالتك لا يعني انت بتعشق اي حاجه اسمها غزل ويزن. ماشي. انت ما تقدريش اصلا تستغني عن النوم دقيقه واحده. ما يا محمد عشان تعلمهم. طب يا محمد ايه عشان تعلمهم هيطلعوا ايه بعد كده؟ هيطلعوا ان شاء الله هيطلعوا حاجه كويسه جدا. لا يا ستي في المدرسه المدرسه العاديه دي احسن. محمد طب والمدرسه العاديه خلاص قفلت ومش انت لو دخلتيهم المدرسه ديت بعد شهر هتندمي. ليه بقى كده؟ حاجه صعبه ابنك وبنتك يعني حاجه اغلى حاجه عندك يعني. دي وجهه نظرك؟ اه انا شايف كده. انا ما اقدرش ما استحملش بصراحه. شكرا يا محمد. قولي رايك كده. المدرسه الداخلي لا طبعا غلطانه. ليه بقى؟ طبعا انت طبعا مش هتقدري تعيشي من غير عيالك ولا نص ساعه اساسا. انت لما عيالك في المدرسه بتقعدي تصلي في المدرسه عيال عاملين ايه؟ اكلوا سندوتشاتهم ولا لا؟ شربوا العصير ولا لا؟ ولا هتهزري؟ طب اوكي ماشي. انا عارفه ان اول ركن هتطمني على عيالك بيناموا كويس هناك بياكلوا كويس. ما انا هتصل بيهم واروح لهم مره في الشهر. بقول لك انت ما بتستحمليش عيالك يروحوا المدرسه وييجوا مره في الشهر؟ بتهزري؟ رافضه طبعا. انا رافضه وبشده وبعنف بجد والله العظيم. ماشي انا. انت رافضه من جواك يا اساسي. لا بس انا عايزاهم يتعلموا كويس. طب ما توديهم مدرسه نظيفه يتعلموا كويس. على فكره المدرسه كلها نظيفه يعني. بس يا بنتي انت مش فاهماني. ما انا بفكر في مدرسه الداخلي ليه؟ ليه يا ايه؟ يا بنتي المدارس كلها اتأجلت فهم هيبقوا جوه المدرسه بيتعلموا كده كده. النظام ده بيمشي على كل المدارس داخلي؟ ده ماشي على الكليات مش هيمشي على المدارس. لا المدارس الداخلي مالهاش دعوه بقى. ماما قاعدين 24 ساعه في المدرسه. اسمعي مطمنه. ده صباح الخير. صباح النور. ايه بصي انا ده كنت عارفه موضوع كنت عايزه اسالك او اخد رايكم فيه كلكم. هاخد راي واحد واحد في العيله تمام. ماشي. يعني كل واحد كده يعني يتكلم دي او شوف رايه ايه في الموضوع. الموضوع ان انا هدخل غزل ويزن مدارس داخليه علشان يتعلموا كويس. انت عارفه الاطفال في مرحله تاسيسيه ويعتبروا ما اتعلموش حاجه. الولاد اطفال الاطفال دماغهم وقفت خلاص. فانا فكرت ان انا ادخلهم مدارس داخليه منها من ان هم يبقى المدرسه مقفوله عليهم مش هيجوا لي غير مره واحده في الشهر او انا هروح لهم. هم مش هيجوا كمان انا هروح لهم مره واحده بس في الشهر. آه طبعا هم اخذين كل يعني كل حاجه واخذين يعني ايه محافظين الاطفال من الكورونا وكل حاجه. بس في ايه رايك انت تقدر تستغني عن غزل ويزن نشوفهمش غير مره في الشهر؟ ما طب ما انا هعمل عشان مستقبلهم. قولي والله انت بتهزري صح؟ من غير ما بهزرش بس من غير حلفان. انا ما بهزرش. انا دلوقتي الاطفال صعبين عليا علشان قله التعليم. انت تقدري تستغني عن غزل؟ ده غزل لما بتروحي المدرسه من الساعه 8 الصبح للساعه 12 ولا واحده انت كنت بتموتي عليها وتيجي تاخديها من الحضانه وتحضنيها وتبوسيها واكلتي. طب ما انا هعمل ايه؟ انا مضطره. ما تخليها جنبك احسن يا ايه. طب وتعليمهم عادي مش مهم؟ اه مش مشكله التعليم. اهم حاجه العيال يبقوا في حضنك. ده رايك؟ اه شكرا لك. انا لو منك يولع التعليم بنتي بحضني وابني بحضني. صح وجهات نظر. انا هاخد رايكم كلكم وهجمع راي الاغلبيه في الاخر. لا ما ينفعش طبعا يا حبيبتي. عيالك وحضنك اهم حاجه طبعا. شكرا يا ندى. صباح الخير يا ماما. صباح العسل. ايه عامله ايه؟ الحمد لله. ماما عايزه اخد رايك في حاجه النهارده. اتفضلي. ماما انا قررت ده دخل غزل ويزن مدارس داخليه. مدارس ايه؟ داخليه. مش هروح لهم غير مره واحده بس في الشهر. تقدري تعيشي من غير غزل ويزن؟ آه عشان مستقبلهم يا ماما وتعليمهم. انت بتقولي لي غزل عشقي ويزن روحي. ما هم عشقي وروحي وكل حاجه بس انا عشان تعليمهم ومستقبلهم. ايه رايك؟ طبعا مش معاكي. لا انت ترجعي تقولي بعد كده تعيطي لي وتعملي لي عايزه عيالي عايزه عيالي ما ينفعش. ايه هو ده وجهه نظرك؟ اه ماشي شكرا يا ماما. فيروزه بصي يا فيروزه آه انا هدخل غزل ويزن مدرسه انت مش هتشوفيهم تاني. ليه؟ ايه كده عشان هما عشان يكملوا تعليمهم. ايه رايك؟ انا احبهم قوي. ايه يعني ادخلهم مدرسه ولا لا؟ لا. ليه يا فيروز؟ ما انا لازم ادخلهم علشان هما يتعلموا كويس. ليه؟ ايه كده يا فيروز؟ ايه رايك اه ولا لا؟ لا. لا ماشي يا فيروز. شكرا ليك يا فيروز. ايه بتقولي؟ ايه هدخل غزل ويزن مدارس داخلية كده عشان يكملوا تعليمهم في مدارس داخلية. ايه ده بيقعد عن ما انا هروح لهم كل شهر مرة. يا سلام والله العظيم المدارس الداخلية كده. أمنية دلوقتي المدارس اتأجلت وانت عارفة كده. ماشي. انا فكرت وتعرفي ان انتوا طبعا قعدتوا من المدارس خلاص. دلوقتي انا فكرت ان انا هدخل غزل ويزن مدارس داخليه علشان خلاص اما تجيب لهم مدرسه في البيت. مش لازم مدارس يعني. يا امنيه انتوا غزل ويزن في مرحله اساسيه لازم يتعلموا كويس ولازم يبقى متاسسين كويس جدا. والنبي عشان خاطر خليهم قاعدين معانا. والنبي
لا انا بصراحه انا مش عارفه، انا لسه ما قررتش. بس في مدرسه تعلم يدي اديها لها وخلاص. طب وبقيه المواد وبقيه الحاجات؟ في مسات تاني بتدي عربي ودين وحساب وكده يعني. في والله والنبي ايه والنبي ايه، انت ده والنبي ده درس داخليه. بعدين غزه موافقه؟ ما اعرفش انا لسه غزه هتاكل ازاي ومن ماما هناك بياكلهم وشربوهم بيعملهم كل حاجه، في كل حاجه هناك. هتفضل يعني حد هيروح من غير امه كده عادي؟ هما بيقعدوا هناك يعني اسمها كده مدرسه داخليه. اذا كان ايه لما بتروح تصور دقيقه واحده بتقولي يا غزه معلش يا غزه وهسيبك غزه، تعرف تسيبي شهر من غير ما تشوفيها؟ ما لسه امنيه، انا بفكر في الموضوع وشوف لسه ما اعرفش ان شاء الله خير. انا مش عارفه ازاي انتي قدرتي ايه على كده. معلش يا امنيه، شكرا يا امنيه ليكي. ماشي. انت عارفه ان المدارس اتاجلت؟ صح؟ وانتوا طبعا لازم تتعلموا كويس. بس فانا قلت ان انا هعمل ايه غزوله، ان انا هدخلكم مدارس داخليه. يعني ايه؟ افهمك يعني ايه. بص المدارس الداخليه دي حبيبتي انت بتقعدي فيها شهر، انا بجي لك كل شهر مره. ماشي؟ بس وانت تفضلي بقى تبيتي وتصحي هناك وتقعدي هناك انت ويزن، وانا هجي لكم كل شهر مره. لا يا بابا. ليه؟ انا مش عايزه اسيبك يا بابا. ما لا ما انت عشان تتعلمي كويس يا غزل. خلاص يا بابي والدرس يا حبيبتي. انا مش هسيبكم، انا مش سايباكم، مش هفضل سايباكم، انا عشان تتعلموا. خلاص هتتعلموا يا بابي تاني. انت مش هينفع تتعلموا، هو دلوقتي المدرسه اتاجلت، فانا قررت ان انا ادخلكم مدارس داخليه علشان تقعدوا بقى فيها وتتعلموا كويس. والدبي خلاص يا بابي. يا حبيبتي انا مش بعاقبك، انا مش بعاقبك على حاجه، انا بقول لك. انا عارفه. بس انا بقول لك عشان تتعلموا. قولي. تبقى قاعده قبل اجاب. هتنام في حضن بيتي. يا خلابي مش هتنامي في حضن حد، هتنامي في سريك لوحدك. بس عايزه انام في حضن حد. ما انا مش هينفع تنامي في حضني ولا في حضن حد، انت هتنامي هناك في المدرسه. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ وانت يا يزن ايه رايك؟ انا مش عايزه اروح المدرسه. لا هتروحي؟ المدرسه قفلت يا ايه. المدرسه ما هي انا هوديكم مدرسه ما بتقفلش، تفضلوا فيها على طول. بس يا يزن استنى، ايه رايك يا غزل؟ ها؟ مش هكده. ليه؟ عشان لازم تتعلموا غزل كويس. وانا هنام في حضن مين؟ ايه؟ هنام في حضن مين؟ تنامي في حضن مين؟ مفيش حد هتنامي في حضنه، هتنامي في سرير لوحدك. ايه رايك؟ ايه اللي لا؟ مش عاجبني. ليه يا غزل؟ كده. لا هو كده لازم عشان تتعلمه كويس. لا يا بابا والنبي مش هسيبك. مش هسيبك يا حبيبتي، انا هاجي لك كل شهر مره. بس انا عايزه في حضنك طول عمري. نامي في حضنك طول ما انت هتفضلي في حضني، بس هي الفتره اللي هتتعلمي فيها وبعد كده هتيجي تنامي في حضني عادي. ماشي هاجي لك كل شهر مره. ها؟ لا. ليه؟ انا عايزه كل يوم انام في حضنك. والنبي يا بابا ما تسيبنيش. يا حبيبتي انا مش هسيبك، انا هوديك عشان تتعلمي كويس. بس انا عايزه انام في حضنك. مش هينفع خالص، انت هتروحي تنامي هناك في السرير لوحدك، مش هتنامي في حضن حد. ليه؟ هو كده خلاص يا زوزو، بصراحة أنا قررت قرار وأخدت خلاص ومش هرجع فيه. يزن إيه رأيك يزن؟ لأ ليه؟ وأنت إيه رأيك؟ ليه؟ أنا هنام في حضني مين؟ أنت هتنامي في حضني أنا، هتنامي في حضني أنت، هتنامي في السرير لوحدك، مش هتنامي في حضن حد. ايه رايك؟ ساجد. ليه؟ مش مهم يا زوزو بقى، تروحي عشان تتعلمي كويس يا زوزو وتكملي تعليم. خلاص قلتي ايه؟ لا. لا ليه؟ كده. كده ليه؟ مش عايز. خلاص يا زوزو انا قررت قرار ومش هرجع فيه تاني. خلاص؟ انت هتعيطي ليه؟ انا بتكلم معاكي في موضوع، هتعيطي ليه؟ عشان انا هنام في حضني مين؟ هتنامي في حض، ما انت مش هتنامي في حضن حد، انت تروحي تنامي في سرير لوحدك. لا. ليه؟ مش عايز. طب ما انت تسوي زي بس ممكن دماغك دي ما تنزلش خالص. ماشي؟ ما تعيطيش، ما زعلش منك لو سمحتي. ممكن؟ انا باخد رايك في قرار وفي الاخر هنقرر اذا كنا فعلا هنروح ولا مش هنروح. خلاص؟ طيب خلاص. بفكر في اخر يوم هقول لك هنروح ولا مش هنروح. مش عايزه اروح. معلش هقول لك دلوقتي في الاخر هنروح ولا مش هنروح. خلاص؟
معلش تزعليش ان شاء الله، ما تعيطيش عشان ان شاء الله في الاخر خير يعني ليك. ماشي حبيبتي، يلا غزل ويزن يلا يا حبيبتي عشان انا خايفه على مستقبلكم يا ماما وانا بعاقبكم. يلا يلا انزلي يلا يا غزل. يلا يا غزل يلا يلا حبيبتي بس يلا شاطرين. هديكم المدرسه هناك هياكلوكم اكل حلو ويشربوكم وكل حاجه. اه اكل يزن هم الاكل. اه يا يزن اكل جميل. معلش يا غزة عشان مستقبلك. يلا حبيبتي يلا. معلش يا يزن انا خايفة عليكم عشان عايزاكم تتعلموا صح. يلا حبيبي انا بتعلم على المستر. فيروز بصوا نازلة تودعهم. شاطرة يا فيروز يا جميلة يا فيروز. فيروز بتحبهم قوي. حرام عليك يا ماما، هما لازم يتعلموا. يلا حبيبي لازم يتعلموا. يلا حبيبي انا خايفة عليهم وخايفة على تعلمهم. انا مش رايحة اعذبهم. شبكتي دول حياتك يا بنتي. ماما حياتي وكل وانا انا صعبانه. وشقي ويزن روحي ما انا برضه صعبانه عليا مش عايزه اسيبهم. هتوحشني يا زونه. انت يا زونه حبيبتي معلش يا غزل عشان تعليمي. عيطت بقى. معلش يا ماما. معلش يلا بينا. يلا بينا. باي باي. باي يا زوزو. باي يا زوزو. غزل هتسيبي جوزك وتمشي؟ يلا باي باي يا غزل. مش هشوفك تاني. يعني كده يا امي ايه هتوديهم يقعدوا شهر؟ شهر بتقول لك اللي روحها فيهم يا جماعه. ازاي ايه ايه ازاي ايه يعني بامانه ايه انا اصلا بعمل فيكم مقلب. خرب ابيض على المقلب. قولي والله العظيم مقلب. وحياه ربنا مقلب وكلام. انت وقعت لي اعصابي. وصل لي اعصابي يا ايه. معلش بزعل معاك والله. ده يزن حضر دلوقتي. يزن حضر تيتا دلوقتي عشان زعلان. يزن حبي اصلا. اقول لك على حاجه ايه غلسه قوي الصراحه. بس اقول لك حاجه ايه. العظيم بهزر. انت كده بتضايقني. خلي بالك انا اقول لك على حاجه. انا قلت لهم فوق البس الشنط يلا بينا. قالت لي هو كده خلاص يا ماما انا هنام في حضن مين طيب يا ماما. بس هي قالت لي ايه المدرسه الداخليه انا هروح اتعلم. خلاص يا ماما انا هعمل ايه طيب. صح الحمد لله يا جماعه. الحمد لله ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب قولوا لهم اشتركوا في القناه بقى. اشتركوا لنا فعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر وانزلوا وصلوا غزل قناه غزل سندريلا غزل ل 50000 مشترك. وصلوا آية ل 250 واعملوا فولو على الانستجرام بتاعنا. ماشي؟ اعملوا فولو في الانستجرام. اعملوا فولو في الانستجرام. يلا بينا قول لهم باي. زعلانين؟ عسل بيبي. زعلانين؟ 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 بهزر معاكي والله. ماشي؟ يلا بينا؟ باي. بتعملي ايه؟ لسه زعلانة مني؟ لا. خلاص يعني مش زعلانة؟ ها؟ بجد؟ انا بحبك يا غزل اصلا ما اقدرش ابعد عنك ولا يوم واحد اصلا ولا يوم واحد ولا كمان. وعشان كده انا بغزل معاكي. بس كنت بعمل فيكي مقلب كده انت والعيله كلها. ايه رايك بقى؟ مبسوطه؟ ما اقدرش ابعد عنك يا زوز. انت حب يا زوز. انت ويزن عايش كل انت كمان بحبكم. مامي نعم تقدري تتجوزي؟ طبعا انا ما كنتش اتجوز القمر ده. بس انا هتجوز مين يا ليس؟ انا هتجوز مين؟ بعشقك يا جسم. بعشقك يا بنت. بحبك يا جسم. خدي بصي مفيش راسي. ايه؟ مفيش راسي. مفيش نمل قصدك؟ عشان كل ما نجيب ورد نلاقوا فيها نمل. وريني كده. بس الاحمر هيلفي. اه مفيش نمل. لا حلو. لا الاحمر فيها نمل. شكرا يا غزوله. ربنا يخليكي ليا. امنيه؟ نعم. تتوقعي فعلا ان انا كنت ودي غزه مدرسه داخليه؟ بجد انا ضايقت في كتير يوم بصراحه. امنيه انا كنت بهزر. امنيه انا بعمل مقلب. امنيه فيكوا وفي غزل وفي كل العيله.